صارت معاي مشكلة بسبب المقاطعة. ترى المشكلة لساتها فريش، صار معي من كذا ساعة، فأنا حكيت أجي أحكي لكم القصة لعل وعسى الناس تفهم. يعطيكم ألف عافية، أنا سعد زغلول، للي أول مرة بتابعني أنا بعمل فيديوهات on fire. اسمع مني هاي القصة. بدأت القصة لما رحت أشتري أكل من مطعم شاورما، وكنت واقف على الدور وكان في واحد مطي قدامي، وهذا المطي بعد ما خلص طلبه اللي على الكاش كالعادة بسأله شو بتحب تشرب مع الوجبة، ومن هون عزيزي المتابع بلشت المشكلة. قال له المطي بدي أشرب بيبسي، كلكم تعرفوا هذا المشروب مقاطع. المهم اللي على الكاش قال له ما عندي، عندي ماتريكس، وذكر له كذا نوع منتج محلي بيقدر ياخده بدل البيبسي. المشكلة بالرد تبعه للمطي كان غريب، قال له كيف يعني ليش ما عندك بيبسي؟ أنا بلشت أنضغط وأحكي بيني وبين حالي يخرب بيتك ما أوقحك ويا رب صبرني على العاهات هاي. أنا طبعا ما حذكر مين هو ولا من أي بلد لأنه هو ما بمثل غير نفسه. المهم الموظف اللي على الكاش حتى تضايق وقال له يا أخي البيبسي مقاطع، فإذا بدك يا بتاخد منتج ثاني، أو إذا بدك بحط لك مي، أو إذا حابب تاخد وجبتك وبتطلع على السوبر ماركت اللي جنب المحل وبتاخد بيبسي والله سهل عليك. رد عليه المطي وقال له أنا ما إلي علاقة بالكلام الفارغ تبعك، بتروح أنت بتجيب لي بيبسي من السوبر ماركت وأنا بحاسبك فيها. شفتوا لأي درجة هو وقع؟ رد عليه اللي على الكاش قال له والله أنا ما بقدر، وأصلا ممنوع ندخل أي منتج مقاطع على المحل. وبصراحة هون أنا بضرب ألف تحية لهذا المطعم، يا ريت لو بقدر أذكر اسم المطعم، بس أنا مع الأسف ما أخذت موافقته عشان أذكر اسمه بالفيديو، ولا هو بيستاهل أحلى إعلان على الإشي اللي بيعمل. الغريب إنه المطي بلش يرفع صوته وحكى للموظف بدك تروح وتجيب لي بيبسي غصب عنك وبدي أكل بالمطعم. وهون للأمانة يا جماعة أنا بطلت قادر أمسك حالي، فدقيته على كتفه وقلت له ول كل هذا عشان بيبسي؟ كيف لو إنه دواء أنت مش قادر تستغني عنه؟ طلع فيه هيك من فوق لتحت وبقول لي وانت ايش دخلك؟ عفوا انت موظف بالمحل؟ استفزني اكثر، قلت له لا دخلني ونص وانت زلمة ما بتستحي، واذا بتحضر الفيديو فعلا انت ما بتستحي. معلش يا جماعة هو الزلمة كثير منرفزني، فتحملوني شوي واحضروا الفيديو للآخر. المهم أكون معكم صريح، ردة فعلي هاي كانت غلط، وحفهمكم ليش لقدام. وأنا في وقتها خلص سكرت معي، لأنه اللي قهرني مو بس موضوع المقاطعة، إنه مستغل إنه اللي قدامه موظف ما بيقدر يرد عليه، عشان لا سمح الله لو صارت مشكلة بيناتهم ممكن الموظف يروح من شغله، فمضطر إنه يتحمله للآخر. المهم ردة فعل المطي قال لي خليك في حالك ولف وجهه. أنا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بدي أبتلي فيه ويحسبوه علي زلمة. هو للأمانة مش زلمة، هو يعني نقدر نحكي بس يعني يصنف ذكر، تمام؟ المهم المطي ضل مصمم على قراره وقال للموظف روح جيب لي بيبسي. قال له يا رجل ما بقدر، اعذرني خلص صعب أنا أعمل لك هذا الإشي. رد عليه المطي قال له اسمع ترى ما باجي عندكم مرة ثانية، إنه يعني هيك بيهدده يعني وحيخسروا زبون. فرد عليه الموظف بكل رقي وقال له والله الموضوع مش بإيدي، ولو سمحت أنت معطلنا وفي زباين وراك. وفعلا أنا وراه وفي خمسة وراي. رد عليه المطي وقال له يستنوا عادي، المهم تخلص لي طلبي. هون أنا خلص فرطت معي. قلت له عفوا شو اللي عادي وانت قاعد بمطعم اللي خلفك؟ روح اشتري السم الهاري تبعك واطفحه في اي مكان برا، معطلنا على اشي فاضي زيك. من صفات هذا المطي انه هو بارد دم لدرجة ما تتخيلوها. رد عليه وحكالي انا مو قلت لك خليك في حالك؟ يا الله شو مستفز مستفز يا جماعة مستفز. شوفوا انا بالاول غلطت بردة فعلي عليه، عشان لما بدك تنصح واحد بده يكون بالك طويل وعشان يستوعب منك انه اللي بيعمله غلط، فانا قررت اني اهدى واحكي معاه بكل رواق لعل وعسى يشغل الطنجرة اللي ناتعها بين كتافه ويفهم انه كل اللي عامله غلط. فحكيت له صلي على النبي وانسى كل الحكي اللي صار بيناتنا وبينك وبين الزلم اللي على الكاش. حلو حلو، بتعرف ليش البيبسي مقاطع؟ قال لي الموضوع هذا ما بيهمني.
صدمني بالجواب تبعه. يا جماعة هذا اللي عم بحكي عنه عربي مسلم، مش واحد أجنبي وبيحكي عربي مكسر، يعني بيحكي الواحد مش فاهم، بس هذا فاهم وقح. ومع هيك قلت يا عمي إن الله مع الصابرين، أكمل معه للآخر. قلت له لا صدقني بهمك، انت حاليا شايف ايش قاعد بصير بعالمنا العربي من مصايب، وقديش وصلنا لمرحلة من الخذلان، وانه كل اللي بنقدر عليه وكبيرنا انه نقاطع المنتجات اللي بتدعم عدونا. عدونا، انت فاهم علي؟ فاهم قديش انت ابتلاءك بسيط من رب العالمين انه بس ما تشتري المنتجات المقاطعة. المفروض هون لو انا بحكي مع حيط كان فهم المفروض، ولكن مع الأسف رده كان بخزي. قال لي وانا ايش دخلني بهالقصص؟ يعني هالعلب اللي بدي اشتريها بدها توقف الحرب؟ والله يا جماعة بهذا الأسلوب صفنت فيه وحكيت له إذا أنت واصل لهيك مرحلة فالله يعينك يوم الحساب. وتخيلوا بعد كل هذا الحكي لف وجهه على الكاشير وقال له حاسبني على الوجبة تبعتي، بدي أشتري بيبسي من برا وما بدي أكل عندكم وما رح أرجع مرة ثانية، وأخذ وجبته المطي وانقلع. تعرفوا أنا شفت منظرين بهاي القصة، واحد حلو وواحد بشع. الحلو مين ما كان موجود بالمطعم من موظفين من زباين كانوا مقهورين ونفسهم يضربوا لهذا المطي، وعلى فكرة ولا واحد قصران انه يعمل هيك، بس الضرب مش التصرف الصحيح بهاي القصص. زي ما حكيت لكم اذا بدك تنصح حدا لازم يكون بالك طويل، وببين لك قديش في ناس ضميرهم صاحي وماخدين المقاطعة انه اشي اساسي في حياتهم. نيجي للمنظر الثاني البشع المؤسف، أشكال هذا المطي مليان منه، ومع الأسف نفس طريقة التفكير إنه إحنا لو قاطعنا حنأثر أكيد لا، فخلص بعيش حياتي طبيعي ولا كأنه في إشي قاعد عم بصير. وغير طبعا المشاهير اللي بيعلنوا لمنتجات مقاطعة، هذول قصة ثانية. المصاري عمت عيونهم وخلتهم يتخلوا عن مبادئهم. الهدف من هذا الفيديو اني حابب اوصل رسالة للمطي اللي كان موجود بالمطعم، ولكل واحد راسه مربع بفكر نفس التفكير. انا ما هحكي لك قديش المقاطعة اثرت على الشركات المقاطعة والمحلات اللي سكرت وقديش خسروا فلوس، هاي لغة ارقام ما رح نحكي فيها. انت غلب حالك روح اعمل ريسيرش خفيف تعرف ان انا كلامي صح. وكم منتج عربي طلع، صناعة عربية المفروض ندعمها وبتقوي الاقتصاد تبعنا ونفتخر فيها، ولسه أبو راس مربع بروح بيشتري لي منتج مقاطع، تخيلوا. طيب ممكن أعرف أنت شو في بإيدك تعمله عشان تنصر أهلنا غير أنك تنشر وتدعي لهم وتقاطع؟ تقدر تحكي لي؟ لا طبعا ما في مع الأسف، وهذا على فكرة أضعف الإيمان. فدير بالك من يوم الحساب لما تنسأل انت ايش قدمت لأهلنا. والله ما قدرت اقاطع، المنتج كثير زاكي وصعب استغني عنه. تخيل حالك قديش منظرك زبالة لما تنسأل هذا السؤال. واخر اشي بدي احكيه، اذا انت ما غيرك اللي قاعد بصير بعالمنا العربي وما حرك اي اشي من جواتك وقادر تعيش حياتك طبيعي، فاعرف انه انت بابتلاء ومصيبة اكبر. النصيحة اعمل ريفرش لمخك وصير بني ادم، ولحق حالك قبل فوات الاول. وهذا هو كان الفيديو، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، وسامحوني اذا كنت معصب شوي، واحضروا الفيديوهين الماضيين لانهم on fire. مع السلامة.